بسم الله الرحمن الرحيم. إخوان الطلبة، أخواتي الطالبات، قسم النهائي شعبة الرياضيات والتقنية الرياضي وشعبة العلوم التجريبية، أقدم لكم التمرين فيما يخص الدوال اللوغاريتمية والمترادجحات اللوغاريتمية. إذن انتبهوا مليح. حل في R المترادجحات التالية: الآن 2x أكبر من ناقص 1. إذن الآن 2x أكبر من ناقص 1، لأن هذا المترجع معرفة من أجل x موجب تماما. إذن هذا المترجحة نغلبها أسيا ln 2x أكبر من أسيا ناقص 1، معناه أن 2x أكبر من أسيا ناقص 1، معناه أن x أكبر من 1 على 2 أسيا. هذه كما راكم تشوفوا اكس اكبر من هذاك، اذن الحلول هي اس واحد على 2 او زائد ما لهنيا. هذه هي الحلول. فيما يخص التمرين الثاني، ln x أكبر من ln 2x ناقص 1 معرفة من أجل x موجب تماما و 2x ناقص 1 موجب تماما، أي هنا x أكبر من 1 على 2. إذن مجال التعريف لهذا المترجع هو واحد على 2 زائد ما لا نهاية. نحل هذه المترجحة، هي إذن x أكبر من 2x ناقص 1، لأن راتبة معناه متزايدة، أي واحد أكبر من 2x ناقص x أكبر من x. الحلول هي اس واحد على 2 1. ثالثا، ln 2x زائد 3 أقل من 5 معرفة من أجل 2x زائد 3 موجب تماما، أي x أكبر من ناقص 3 على 2. هذه الشرط الأول. فيما يخص الحل، إذن
2 اكس زائد 3 اقل من اس 5، وهذا مدلنا اكس اقل من اس 5 ناقص 3 على 2. معناه أن الحلول هي اس ناقص 3 على 2 اس 5 ناقص 3 على 2. إذا إكس أقل من هذا العدد، وإكس لهنا أكبر من ناقص 3 على 2، هاي كتبناها، هذا هو الحلول. أربعة، إل إن واحد ناقص إكس أقل من أو يساوي 2. معرفة من أجل واحد ناقص إكس موجب تماما، أي واحد أكبر من إكس، إكس ناقص واحد. الحلول هي واحد إكس أقل أو يساوي أس 2، معناه واحد ناقص أس 2 أقل أو يساوي إكس، إكس أكبر. الحلول هي دائما نأخذ بعين الاعتبار الشرط نتاع التعريف. إذن S حلول هي أكبر من ناقص N حتى الواحد. إذن خمسة ln x ناقص واحد ناقص ln 3 أكبر من ln 2 ناقص ln x زائد 4. معرفة من أجل x ناقص واحد موجب تماما و x زائد 4 موجب تماما، معناه إكس أكبر من واحد وإكس أكبر من ناقص 4، اللي همنا إذن ديتاه هو أكبر من واحد. دونك واحد الحل اللي هنا نقدر نكتبها بسك ln a ناقص ln b هي x ناقص واحد ln اكبر من ln 2 على x زائد 4، اي x ناقص واحد على 3 أكبر من 2 على x زائد 4. هذا المترجحة تكفي x ناقص واحد مضروبة في x زائد 4 أكبر من 6، أي x مربع زائد 4x
ناقص إكس ناقص ربعة ناقص ستة موجب، أي إكس مربع زائد ثلاثة إكس ناقص عشرة موجب. إذا عندنا لهنا دراسة متراجحة الدرجة الثانية يعني كثير الحدود، دلتا هي ثلاثة مربع ناقص ربع واحد مضروب في عشرة، ناقص عشرة معناه تسعة زائد أربعين أي تسعة وأربعين أي سبعة مربع. إذن الجذر الأول هو ناقص ثلاثة ناقص سبعة على اثنين، ناقص عشرة على اثنين هو ناقص خمسة، والجذر الثاني هي ناقص ثلاثة زائد سبعة على اثنين وهي أربعة على اثنين تساوي اثنين. ليه من هذوك؟ وش كاين في البداية؟ التعريف هو من واحد عدى زايد منها، دونك هذه لازم نحذفها، هذه ماشي حل. إذا واش يبقى لنا من حل؟ الحلول هي اس اثنين زايد ما لا نهاية، هذا هو الحل النهائي. يعني خذينا من عين الاعتبار مجال التعريف. مجال التعريف وانتهينا هذا التمرين، والسلام عليكم ورحمة الله.